يعني قلت يعني ابنو خلدون جاء هارب من طغيان تاع سياسة. هو رجل علم يبحث عن العلم. شوف رجل العلم كيفاش يعني يهرب بجسده ويحوص على أنه ينفع الأمة. هرب من غرناطة مرورا بالمغرب مرورا بتلمسان أوجا. كي حزا هنايا اختار هذا المكان. هذا المكان اللي يجي يزور هذا المكان يشوف باللي كاين واحد النوعية تاع حجارة هنايا يعني تحمي الغرابة. يعني قلت يعني ابن خلدون جا هارب من طغيان تاع سياسة.